أهم شيء يستفاد من هذا الاسم الشريف هو أن نجعل هذا الاسم الشريف العظيم طريقا سببا لتعجيل فرج حفيده المنتقم له. صلوات الله وسلامه عليهما. نتمكن أن نؤثر بهذه الشعائر الحسينية المقدسة بالاشتراك فيها أكثر كمًا والأهم كيفًا، بتعلية درجة الإخلاص في الاشتراك في الشعائر الحسينية. الله سبحانه وتعالى يرحم العباد، ولكن العباد يلزم أن يمشوا في هذا الطريق، يلزم أن يظهروا. الله سبحانه وتعالى أرسل من المعصومين 13، الناس ما عرفوا قدرهم، خلص أخذ 14 غيبه عن الناس. إن كان عملنا صحيح، إن أبدينا مظهرا صحيحا لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يرسل بأعمالنا. كلامي عن الشعائر الحسينية المقدسة، كيف نرفع اسم الحسين عليه الصلاة والسلام عندما يظهر الإمام أرواحنا فداه؟ كيف نفديه بأرواحنا؟ عندنا حالة تفدية في طريق سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أم لا؟ إن أبدينا ذلك، إن وقفنا وقفة جادة، وقفة حقيقية للشعائر الحسينية، هذا إظهار لله سبحانه وتعالى بأنه إلهنا. نحن نقف للإمام، أما إن تركناها عمليا، ثانيا قولا دعاء. الدعاء بماذا؟ إخواني حقا أقول عجيب، تعودنا ولكن عجيب، عندك اسم الحسين عليه الصلاة والسلام لا تتمكن أن تقسم على الله عز وجل لتعجيل فرج حفيده، أليس غريبا؟ هذا الاسم العظيم، أنا لا أقول أقسم على الله عز وجل ونقسم على الله عز وجل بالحسين، هذا القسم جدا جدا عظيم، أقسم على الله عز وجل باسم الحسين، هذا القسم عظيم على الله عز وجل أم لا؟ هذا الاسم يفتح أبواب السماء أم لا؟ هذا الاسم الذي توسل به أنبياء الله العظام، إبراهيم الخليل أفضل أنبياء الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، توسل بهذا الاسم. موسى بن عمران كليم الله، هذا الرسول العظيم توسل بماذا؟ بهذا الاسم الشريف. نوح توسل بماذا؟ بهذا الاسم الشريف. في أي قضايا؟ في قضايا عادية؟ لا، في قضايا عظيمة. نوح توسل بهذه الأسماء المباركة لحفظ البشرية، البشرية أوشكت على الغرق، كيف توسل موسى بن عمران؟ توسل باسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عندنا هذا الاسم الشريف، لا نتمكن أن نقسم على الله عز وجل بهذا الاسم الشريف لتقريب فرج الإمام، ليس غريبا؟ الله عز وجل مجيب الدعوات، فكيف إذا قدمنا هذا الاسم الشريف، هذا الاسم العظيم على الله، العزيز على الله عز وجل؟ الله في القرآن الكريم يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، في حديث صحيح السند في الكافي الشريف عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، في تفسير هذه الآية المباركة يقول والله نحن الأسماء الحسنى. الإنسان يدعو بهذا الاسم الشريف، يدعو لتعجيل فرج الإمام، هذا الدعاء يؤثر؟ نعم يؤثر، كيف لا يؤثر هذا الدعاء؟ مظهر جميل جدا وشائع جدا تقريبا في كل المجالس، بعد البكاء على سيد الشهداء الناس يدعون، هذا مظهر جدا جميل، ولكن القضية ليست خاصة بالبكاء، كل الشعائر يلزم أن تكون هكذا. بعد اللطم على سيد الشهداء أيضا يلزم أن ندعو، هذا وقت استجابة الدعاء. بعد التطبير أيضا يلزم أن ندعو، هذا وقت استجابة الدعاء.
بعد الإطعام باسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يلزم أن ندعوه، بعد المشي على الجمر باسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يلزم أن ندعوه، في كل الشعائر الحسينية يلزم أن يكون هناك دعاء، ويلزم أن يكون هناك تركيز على هذا الدعاء. كل الأدعية مهما كانت مهمة بالنسبة إلى هذا الدعاء لا شيء، لا شيء. الدعاء بتعجيل فرج الإمام. أصلا أحيانا، أقول أحيانا، بعد أدائك لشعيرة حسينية مقدسة فقط أطلب هذا الطلب، فقط 10 مرات 20 مرة قل اللهم عجل لوليك الفرج، لا تطلب أي طلب ثاني أحيانا على الأقل. وإن طلبت أشياء ثانية فأول شيء أطلب هذا الطلب، بعدما تبكي على سيد الشهداء أول طلب أطلب هذا الطلب. نستفيد من هذا الاسم الشريف لهذه القضية الهامة.